دائما اسمعني، تستغربني انا وتريد ما ان بدي تنصي احاسبك، انا حال بس صار للناس من الخطا. كما لو انك تاتي باسئله خارقه. يا اسمع عندي فقط. محمد، لحظه لحظه، اهدأ اهدأ بسيط، اسمعني. انا ما سالت من هو الصح من الخطا، انا سالت الان امامنا ثلاث ادعاءات، اليمنيين والمسلمين يقولون ان الاله هو الذي يعني مفهومه الذي في القران وهو الصح، هو الاله الصح اللي ما عنده اولاد زي الاله حق المسيحيين، والمسيحيين لهم راي اخر، واديان اخرى لها راي اخر. اي اله يا محمد نقدس ونعمل قواعده في الارض؟ اي اله؟ اختار لنا واحد. لكل شعب أن يختار مصدر تشريعه، ليست هذه إشكالية أبدا. أنا على يقين أن خالق هذا حتى الوجود لو هو كانت الله إله وحده. يدعو لقتل الشعب بالمناسبة الآخر يا إذا محمد، ذهبنا إلى حتى لو كان أنا أحد أقول لك شيء، الآلهة يا محمد، تقريبا الاختلافات بين الأديان ليس فقط الأديان يا علي البخيتي، بل كل التصورات الفلسفية منذ آدم طيب يا اليوم. محمد، ما هو اسمع ما هو اسمع، الإله؟ الاختلافات طويلة جدا، الإله بيقول لكنك قاتلوا. طيب، تريد أن تلعب بالهامش، بمعنى كما لو أنك الآن حيرا أي إله نتبع. لكل شعب لا يا محمد، أقول لك طيب، في النهاية، إذا قلت نعم. كل، يا محمد نعم أنا أتمنى أن تفهم المعضلة. إذا قلت أن كل شعب يتبع الإله الذي يريد، هذا كلام جميل، كلام جميل لو كان الدين يا محمد عقيدة فقط، لكن عندما يكون الدين عقيدة تشريع. ودولة أو دين ودولة. نعم بس أقول لك شيء، أفهمك السؤال؟ أقول لك لا شيء، أقول أفهمك لك أنا السؤال يا فهمت محمد، سؤالك، يا محمد فهمت سؤالك. أبسط لك السؤال عشان تفهم، لا أبسط لا لك لا السؤال عشان تبسطوا لي، تفهم. لا تبسطوا لي، لا طيب تبسطوا لي. افهمني، أقول لك أنا لست مع التعدد في الرؤى تجاه الإله والأديان. لو كان الدين يعني دين فقط، معتقد عمودي بين الإنسان وربه، كل واحد يتعدد ويعبد ما يشاء. أنا أتحدث يا محمد عن الأديان العابرة للقارات. الدين الذي يتحدث به المسلم، الذي هو دين ودولة ويبدو أنك معه كما العديني، هو دين لا يكتفي باعتبار الإله إلهه ويصلي ويصوم، إنما هو يعتبر أنه إلها للعالمين، ويجب أن يفرض سطوته على باقي الشعوب عبر جهاد الطلب، وهذا موجود في النصوص اسمع القرآنية. اسمع، أرد عليك. أنت هذا سؤال ولا محاضرة؟ هذا انتظر. أولا طيب قل لي. أنت قلت أن الدين ليس عقيدة بالفعل وهو تشريع. أي مجتمع عندما تأتي لتشرع له تذهب إلى الحد الأقصى، ما هي القواعد الذهنية العرفية الصفات العادات التقاليد، ما هي الذهنية السائدة في المجتمع وما هو انتماء هذا المجتمع، ثم تشرع للمجتمع وفقا للقواعد الذهنية في فكر كل إنسان. بمعنى هناك خيط ما جامع، ليس في الأمر إشكالية أبدا. لكنني يا عندما محمد قلت أنك ركز، يا طبعا محمد أنا مؤمن أن الدين هو دين واحد، يا محمد بالمناسبة للمرة الرابعة والله أشرح لك السؤال. لا يوجد تعدد في يا الأديان، محمد، هي دين يا محمد، واحد. لا لا يا نعم، محمد، ولكن كل دين مفهوم للمرة اسمعني، للمرة بمجتمع. الرابعة وأنا أشرح لك السؤال وأبسطه لأقصى درجات. أنا لا أتحدث الآن عن حكم الشعب اليمني لليمنيين، أنا أتحدث عن الدين الذي يعتقد أنه يملك أستاذية العالم، ويجب أن يحكم الشعوب الأخرى متى ما أصبح قويا عبر ما يسمى بجهاد الطلب، وهذا طبعا موجود اقول حتى لك داخليا. شيئا، ما اقول لك رأيك، الفكره الاخيره، فهمت فهمت، اقول هل لك إله الفكره الإسلام، الاخيره. لحظة لحظة، هل إله الإسلام هو أستاذ على العالم ويجب أن يعم دينه والآخرين بالوسائل الدينية الموجودة في القرآن وعلى رأسها جهاد الطلب، أم أن الدين يفترض أن يكون عقيدة شخصية وليس دين ودولة؟ بالمناسبه انت تفترض افتراضا، بمعنى نحن الان محكومين في العالم بقوانين لكل دوله وبقانون دولي، وبالتالي صارت المجتمعات محكومه بإطار معين لا يمكنها تجاوزه. ولكني أقول لك، لو صارت اليمن يوما ما مثل أمريكا، من حقها أن تحكم العالم ومن حقها أن تكون المبادئ الإسلامية الكونية، إذا استطاعت أن تكون كونية من حقها، ومن حقنا أن نغزو فرنسا مرة ثانية. أنا لا تقول، إذا أجبت عن افتراضك فقط، وإلا أنا أحترم القانون الدولي لكل، ومن اسمع، حقنا أن إذا استطاع نسبي نساءهم، المسلمون، ومن حقنا أكمل أن نسبي أكمل يا علي نساءهم يا البخوتي، محمد. إذا استطاع لا المسلمون أن نسبي يقنعون نساءهم، العالم بأفكارهم، أهلا بكم. شعب بطولي استطاع أن يقدم عقيدته كعقيدة كونية، مع أن هذا سؤال افتراضي. أنا مؤمن بالقواعد الدولية، مؤمن يعني لكل شعب معتقد، لا مشكلة. ولكن إذا كانت أفكار الإسلام خلاقة وعابرة للقارات وتستطيع بعد زمن أن تفرض فكرا كونيا، أهلا، ما هي المشكلة؟ مصدر فخ قومي. فالنبي محمد كان نبيا للبشرية وكان قائدا قوميا نستشعر الإجلال تجاهه. تحياتي وأشواقي. طيب أنا أكتفي. شفتم يا شباب أنه لا فرق بين عبد الله العديني ولا بين محمد المياحي، أنها الثقافة القروية يعني مرسخة في عقله. هو يقول أنه يعني إذا أتى الوقت واستطعنا أن نغزو فرنسا فلنغزوها وفقا للشريعة الإسلامية، والغزو وفقا للأديان هو ليس كالاحتلال السياسي الذي تمارسه بعض الدول الغربية. نحن نرى جيوش الغرب أكيد عاثت فسادا في كثير من الدول، لكن لم نرى جيشا غربيا خلال على الأقل 50 عاما الماضية يقول نحن من حقنا
أن ننشر ديننا بالقوة وأن نغزو وأن نغتصب نساء الآخرين، بينما محمد المياحي هذا الذي يعني لا أريد أن أتحدث عن شخصه بعد رحيله، لكنه يقول من حقنا أن نغزو العالم وفقا للشريعة الإسلامية، وأنتم تعرفون ما معنى الغزو، معناه سبي، معناه اغتصاب، معناه جبل الآخرين.